أهلا بكم. يتجنب الكثير من العراقيين شراء العقارات اليوم في مناطق تكثر فيها مقرات الفصائل المسلحة أو مساكن السياسيين. هذا الموضوع أثار حفيظة الكثير من المواطنين بسبب حالات يعني الاغتيال أو عمليات الاغتيال التي تحدث بهذه المناطق، إضافة إلى المشاكل السياسية الأخرى. فالمواطن العراقي اليوم أصبح يبحث عن مناطق أكثر أمان وهدوء واستقرار تجنبا لهذه المشاكل، حتى وأن كان هذا الموضوع على حساب الكهرباء أو الماء أو الخدمات وغيرها من هذه الأمور. هذه الحالات بدأت تشهدها الكثير من مناطق بغداد، وخصوصا الأحياء الراقية كالكرادة، شارع فلسطين، زيونة، الصالحية والأعظمية. بدأت تكثر بها هذه المشاكل بسبب هذا الموضوع. أيضا مدير أحد شركات الوساطة العقارية في بغداد بدأ يرى بأنه هنالك انخفاض كبير في أسعار العقارات في بغداد بسبب هذا الموضوع، وأيضا هنالك انتقالة جماعية للكثير من المواطنين، يعني بدأوا يبحثون مناطق أكثر أمان، وأصبح هنالك ربما مثل كالهجرة الجماعية بسبب هذا الموضوع، ما أدى إلى انخفاض واضح بأسعار العقار في بغداد إلى أكثر من 30%. فهل سيستمر مسلسل الانتقال الجماعي هذا، أم أنه الحكومة ربما ستضع بعض الحلول لهذه المشكلة؟